مساء الورد، حياك الله يا جماعة. راح أطفي عليكم السلام، راح أطفي الكومنت، واللي عنده أي استفسار أي سؤال حياكم الله تواصلوا معاي على الكوشن. هني في خانة، منور بوجودك حبيبي، في خانة صغيرة تحت أبيكم بس تسألون فيها أي استفسار أي سؤال إن شاء الله على الخانة هذه. حياكم الله، ننتظر بس أخونا بدر إن شاء الله يحضر. على ما يدش أخوي بدر، في سؤال سريع يعني عن التحفيز، كيف تحفز نفسك يومياً، أو شنو الشغلات اللي تخليك تحفز يا أحمد؟ ففي أشياء كثيرة دائماً تخلي الإنسان يتحفز. أول شيء أنه يواظب على الرياضة. أعتقد الرياضة تخلي الإنسان يتحفز بطريقة رهيبة. يعني دائماً البزنس الناجح خلفه ناس رياضيين، خلف ناس يهتمون بالرياضة. الجانب الثاني هو النوم الزين. النوم الزين يخلي الواحد يتحفز بشكل عام، يخلي الواحد ممكن طاقته تستمر. فالرياضة جزء كبير ومهم في عملية التحفيز. في أحد سأل هل تشجع مشاريع الابليكيشن؟ نعم، مشاريع الابليكيشن الحين تعتبر من أفضل المشاريع الآن، خاصة هذه. يعني الواحد ممكن يبلش بزنس ابليكيشن، ممكن. يا هلا، حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا 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 بالحبيب، هلا بالغالي. اعتذر عن بدر، شلونك؟ أنا ترى ودي اكتب لك بالكومنتس بس ما في، فدزيت لك بالاسئله. اي ما في كومنتس، طفيها. الواحد الحمد لله. انت شلون رمضان معاكم؟ والله الحمد لله بخير ونعمه، ماشي من ورا، وتجربه جميله الحمد لله. العاده نشوف هذا. انا اشوف ان الحلو برمضان هذا ان المشاغل قلت، يعني نعم. العاده احنا برمضان ممكن الغبقات الطلعات وراحه الجيات هذه شوي تاكل من يعني الهدف الاساسي من رمضان، هو انك تتفرغ حق نفسك، روحانيات رمضان، يعني قراءتك للقران، الامور هذه. ف يعني رمضان هذا يعني اتاح لنا او اعطانا فرصه او وقت اكثر صح قاعد فيه مع نفسنا واهلنا. على فكره انا ما ادري، انا قاعد اشوف الشاشه مالتك شويه مو واضحه، فما ادري هل بس انا ولا يعني يمكن عدل النسبة يمكن تصير واضحة. لا 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 لا، ما له شغله هو. زين، يمكن شو اسمه؟ تبي بضاعة؟ شنو؟ ممكن لا لا، هو مو إضاءة، ما له شغل. هو لا شو لا، هي مو إضاءة، هي يمكن في لحظة شوي خلنا نشوف. اوكي، فاللي حاب ايضا اهلا اهلا وسهلا. اي الحين بثك صح صح، الحين تمام؟ الحين تمام مضبوط. اوكي طيب، فقاعد نسولف لهم شوي عن المشاريع الاونلاين والبزنسز الاونلاين، يعني شلون الواحد هالفتره هذه ممكن يستغل البزنس اونلاين. لان تعرف الحين على حسب الاحصائيات في كوفيد 19، عندك في موجتين في البزنس، في موجه الويف رقم اولى اللي هي الكوفيد 19 فيروس رقم واحد اللي راح الحين يصير، الموجه الثانيه احتمال تكون بعد 6 أشهر الى سنه، اي موجه ثانيه من الفيروس نفسه اذا ما حصل طبعا اللي هو الفاكسينيشن ماله. فقاعد اقول لهم ان دائما البزنس مشاريع الاونلاين حاليا شغاله، يعني بشكل عام حق الموجتين هذه، لان الوباء العالمي اللي حصل ما اسمع اقول قام فوقها الحين المشاريع الاونلاين. نعم نعم، الوباء العالمي اللي حاش اسبانيا سنه 1918 خلى الناس وايد يعني تعرف نوعا ما شنو بالضبط الموجات اللي تصير. فصارت موجتين في هذا الوباء، صارت موجة أولى في أمريكا 1917، بعدين موجة أخرى 1918، وموجة خفيفة 1919، يعني صارت ثلاث تقريبا موجتين ونص. يعني الواحد لازم يحط باله أن في موجات أيضا جاية في هذا الموضوع، بس الدولة تفتح احتمال كبير مرات الموضوع هذا يطلع مرة ثانية. بس خلنا من هذا، ودنا بدر شوية تعرف عليك، يعني ودنا شوية تعطينا نبذة بسيطة عنك، يمكن وايد ناس ما يعرفون أن أنت مهندس، فودنا نعرف شويه يعني نبذه بسيطه عن بدر، شنو درس، وين راح، شنو تخصصه، شنو حط تخصصه، يعني نبذه بسيطه عنك تعرف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا أخوكم بدر البشر، درست هندسة ميكانيكية في بريطانيا. أنا كان طول عمري طموحي إني أكون طيار، صح؟ زين، وقالوا لي جيب النسبة الفلانية ندخلك إن شاء الله، فجبت النسبة بالضبط، أذكر حتى جبتها بالرقم، سبحان الله، الواحد ده حط في راسه شيء يبه، فجبت النسبة اللي يبونها. بس سبحان الله لما تخرجت بديت النسبة، ما كان في اكتفاء، كان في اكتفاء طيارة. فسبحان الله مع الحوسة، يعني أول شيء كنت بدرس هندسة الطيران، على بالنا شيء قريب من الطيران يعني، إلى أن انتهى بالمطاف بدراسة الهندسة الميكانيكية. طبعا أنا اخترتها لأن هذا شيء يعني تخصص جوكر مثل ما يسمونه، ولأن شيء يعني أحبه كمواد دراسية، عشان كذي اخترته. وما كنت، سبحان الله، ما كنت ناوي أدرس برا كلش، كان آخر شيء أفكر فيه إني أطلع من الكويت، لأن أنا مجرب الغربة من قبل وكلش ما كان ودي يعني أذوقها مرة ثانية. طبعا جربتها متى؟ لما كنت أروح، أنا ما أدري أسميها غربة، ما تقارن بغربة بريطانيا. طبعا كنت أروح الحرم ونقعد هناك بالأشهر، يعني نقعد نحفظ القرآن في دورات تحفظ القرآن. فالشاهد طبعا مع اختلاف العمر، طبعا لما رحت أنا كنت ناوي بس آخذ اللغة وأرجع. فلما رحت مع من أخذت الآيلتس، أذكر آخر أيامي قلت لا لا لازم أكمل خلاص، لأن تعودت على الوقت. قعدت هناك أشهر وراحت. هذه شفت، هذه اللي اول شيء تحوشك لما تروح برا والغربه، ترى يمكن اول شهر بس كذي بعدين تروح. الهومسك يا هومسك. انا لو يرد فيني الزمن والله اروح ادرس برا مره ثانيه، لان تجربه جدا جميله، تعلمت فيها شغلات كثيره، تعرفت فيها على ناس، يعني طورت فيها من نفسي وايد من الدورات التدريبيه اللي خذيتها في بريطانيا. ممتاز. سو انت تخرجت عندك بكالوريوس، واعتقد درست ماجستير وقاعد تدرس ماجستير وشيء كذي، ودرست لا بس لا، بكالوريوس. انا وقفت شو اسمه عند البكالوريوس يعني، وشغال حاليا. يعني انا احب يعني التدريب الصراحه، احب اني اطور نفسي من خلال الدورات التدريبيه. ويعني ليش، ترى يختلف سبحان الله مجال الاكاديمي. انا ما احس ان هذا يعني this is not my line على قولتهم، يعني مو خطي، ولا يعني ما شفت نفسي فيه، يعني مجال الدراسي الاكاديمي ما شفت نفسي فيه. وانا في وجهة نظري يعني ان اللي يبي ياخذ ماجستير هي حاله حال الدبلوم. انا اخذ الدبلوم بدون بكالوريوس ما تسوى، فهي مثل محطه حق الدكتوراه. فانت نعم. ناوي تكمل دكتوراه، اخذ ماجستير. مو ناوي، بالنسبه لي طبعا قد يكون مخطئ، يعني انا اشوف انه وهذا محطه يعني. نعم، في وايد ناس يسألوني دائما: أحمد، شنو أفضل تخصص أدرسه؟ يعني دائما عندي أسئلة تجيني في اكتشاف الذات. شنو أفضل تخصص؟ شنو أفضل، هل الدراسة أدرس مثلا هندسة، أدرس مثلا بزنس، أدرس مثلا قانون؟ فدائما هذا السؤال يجيني يعني صراحة. فأقول لهم: أول شيء أنتم تشوفون نفسكم تدرسون 4 سنوات هذا المجال. يعني إذا أنت تشوف نفسك هذا المجال تدرسه، يعني روح سوي. بس ثاني شيء لازم اعرف هو ميوله. مثلا في ناس يبي مثلا يدرس تسويق، لكن اهله قاصبين يدرس مثلا طب، وما يبي يصير طبيب، هو يبي يدرس تسويق. فلا، اهله قاصبين على اساس انه فشنو يروح يراضي اهله ويروح يدرس طب، يتخرج طب، لما يبي يشتغل شاف نفسه ما يبي يشتغل طب، يعني يبي يشتغل شيء ثاني اخر. فهذه نقطه مهمه، انه شلون انت هذه المجاملات، يعني من المجاملات اي انك جامل تجامل هذا ربع على مهم. حساب نفسك. وهذه من الشغلات استاذ احمد، بما ان موضوعنا تطوير الذات، يعني هذه من الشغلات اللي تمنعك من تطوير ذاتك، انك بسبب هذه المجامله. اني انا مثلا والله حاب اني اصير مهندس مثلا، او ميولي هندسيه، بس اهلي يودهم منك اني اكون دكتور، فبالتالي اروح ادرس واسوي اخذ على نفسي العبء هذا، عشان بس والله امي وابوي ودهم ان ولدهم يكون دكتور. اتخرج او حتى بالدراسه ما راح يؤدي عدل، لانه ما يحب الشيء هذا.
شغله ثانيه بعد بالله يسوونها انه يبون يطلعون من بيئه البيت مالتهم، يعني بيئه البيت عندهم حكره، ثقافيا حكره، ما يقدر يسوي شيء، ما يقدر يبدأ فيه، ما عنده الابداع مو موجود يعني. فشو يسوي؟ يضطر انه يبي يدرس برا الديره مالته، ويبي يدرس برا البيت ماله، اساس انه ممكن يطلع من بيئه الحكره مالته، بيئه الاحباط هذه موجوده في البيت، علشان يروح يدرس يمكن حتى مجال ما يحبه يمكن، بس يبي نبي يطلع برا البيت يبي يدرس. فهم هذه هم أحسن. عندنا هالاشياء هذه حاصله بعض البيوت. فمفهوم التطوير الذات، انت اليوم قلت لي انا ادرب الانسان ما شاء الله، يعني مفهوم التدريب، يعني شو اللي خلاك تدش ما شاء الله من هندسه لتدريب؟ شو اللي وشنو المجال اللي انت الان قاعد تدرب فيه باختصار؟ شوف، أنا أخذت التدريب يعني توه، يعني مؤخر ريسنتلي على قولتهم، وخذيته يعني كان عنوان يعني أو اختصاص التدريب أونلاين، اللي هو كيف تدرب أونلاين. فيها من مهارات التدريب العادية، وفيها أيضا من مهارات التعامل مع اللي هي القاعات الافتراضية، والتعامل مع الناس، لان انت لما تدرب ناس عن طريق يعني اونلاين، مو نفس لما تدربهم وانت قدامهم. وانت اظن جربت هذا الشيء، جربت الاثنين، يعني جربت انك تطلع لايف، وهذه تعتبر ترى يعني من التدريب، يعني انك لما تطلع لايف كذي يعني اقصد تستخدم فيها مهارات التدريب، انك شلون تتعامل مع المتابعين، شلون ترد عليهم، من هالكلام. اكيد يعني فهذا اللي لما خلاني اخذ ينجيج طبيعي، لما ينجيج غير لما يعني تكون بعيد عن الشخص نفسه، طبيعي يعني بالضبط بالضبط. اي، تشوف لغة فانا جسدهم، تشوف طريقتهم، تعاملهم. نعم والله خذيت التدريب بيني وبينك، لان انا قلت لك انا كمشرف تربوي عندي يعني الطلاب اللي عندنا في الاكاديميه، ودنا يعني ودهم من الاكاديميه نفسها، ودها تكون كفاءه المشرفين عاليه، فبالتالي ما قاعد يدربونهم. فمن يعني من برنامج التدريبي ماله كان دورة التدريب هذه، عشان حتى انت تعرف كيف تلقي باكر حق الطلبة، او حق يعني حتى في الاونلاين يعني. حلو ممتاز. الحين لما بدر يقول ابي انا بدرب مجموعه مثلا، يعني شلون واحد يوصل لك حق التدريب؟ يعني هل انت قاعد تقدم الان مثلا كوتشنج، قاعد تسوي شيء مثلا، يعني في اشياء معينه العاده الواحد يبي يسويها يعني حق الجمهور نفسه؟ والله مثل ما قلت لك، انا توني بادي يعني، توني الحين بالحجر ترى خذيت الاعتماد يعني، والاعتماد كان من جهتين، يعني جهه هني في الكويت ومن خارج الكويت من بريطانيا. فالحين حاليا حتى ما استلمت الاعتماد الثاني الى الان، فانا في بدايه التدريب. وحاليا اللي قاعد اسويه، قاعد مثلا احضر كلمات في اللايف، قاعد اسوي هذه الشغله. الشغله الثانيه عندي قريبا كلمة بعنوان أهل الله، هذه يعني بالمناسبة يعني راح تكون إن شاء الله يوم الجمعة عقب باكر. طيب، فهذه يعني راح تكون على برنامج زوم، راح تكون مثل دورة يعني عن القرآن هي، لكن فيها أمور يعني فنية، إنه كيف أنا والله أتدبر القرآن، كيف أعمل بالقرآن، من هذه الأمور يعني. نعم، يعني لاحظك ان ما شاء الله تعطي الناس طرق كيفيه حفظ القران صراحه، يعني هذه مهاره جدا جميله، يعني الواحد شلون يتعلم حفظ القران، لان يعني حتى باللايف دشيت عندك كم مره لايف، يعني ما شاء الله الله يجزاك خير، يعني قاعد تعطيهم اشياء فنيه بسيطه يعني سهله، لكن الواحد ممكن يستفيد منها ويعني تفيده، يعني الحياه قصيره، يعني الحياه كم 60 70 سنه، ولكن حلو الواحد يستغلها في كل النواحي. يعني حفظ القرآن هو جزء كبير من الأشياء اللي ممكن الواحد يستفيد منها دنيا وآخرة. يعني فشو يعني باختصار شلون طريقة الحفظ هذه؟ يعني شنو كان اللي الآلية أو النصيحة اللي تسويها؟ اي، شوف، انت شايف ان في سؤال طالع تحت ولا بس انا شايف؟ إيه أنا شايف هذا راح نجاوب عليه بعد شوي. لا ما أقدر أشيله، حطيت نحط نحط ما أقدر أشيله، راح نجاوب عليه بعد شوي. طيب خلاص، إيش رأيك جاوب عليه بعدين تبي اعلق. تجاوب عليه؟ جاوب عليه، اوكي. لا لا، عندك الموضوع. اي راح اجاوب عليه بعد شوي، لا ما اقدر اسكر الحين بس. لا لا، جاوب روح. عليه بعدين انا اقول لك عن الحفظ. طيب
بالنسبة حق الكتب أو كتاب تنصح فيه، والله في كتب كثيرة، يعني في مثل كتاب عندك تطوير الذات، عندك أكثر من كتاب، عندكم كتاب اسمه الخراب اللي هو أعطيته أنا جزء منه عندي في الهايلايت عندي، كتاب آخر اسمه The Magic of Thinking Big أو السحر التفكير بطريقة كبيرة، هذا كتاب وايد حلو واعتقد تستفيدوا منه وايد اذا قريتوه، انه شلون يخلي الانسان يفكر بطريقه مختلفه واكبر. عندكم كتاب اخر اللي هو شلون تأدي، يعني عندك شيء اسمه ذا جريت، هم كتاب جيد، هو بزنسز ذا ارت اوف ذا ستارت، فن البدايه حق جاي كوازاكي، من الكتب جدا جميله حق البزنس، ارت اوف ذا ستارت او فن البدايه، هذه بعض الكتب، إذا عندك كتب بعد تضيفهم عليها ممتاز. لا، خل اعفيني من هذه حاليا. عندك الموضوع، تسمعني؟ إي وياك، خلاص أعتقد جاوبت عليه، إذا في عندك كتب إضافة تبي تضيف عليها أو والله تقول شوف لي على انا، أو تقول لي على الدورة مالتك. نعم، طيب خلاص الحين بس شيل هذا المضايقني. سؤال شلت انت؟ ما انا ينشال، للحين ظاهر عندي. لا ما ينشال، ما في شيء. شلون؟ زين بقول لك شيء، جرب جرب طلعني ودخلني، جرب. طيب ها بدر هلا هلا حبيبي، سلام. قاعد تكلمني عن دورتك، حياك. خلينا نرجع حق اسمح لنا موضوعنا، بس، بس قبل هذه موضوع السؤال مرات يطلع بالخطأ، يعني وانه ما يتسكر، يعني لازم في اي هذه. بسيطة بسيطة. الحين قبل ما اجاوب انا على السؤال، ودي انت تعرف عن نفسك، يعني حق كذلك الناس اللي عندي ما يعرفونك متابعين يعني، وبعدين بجاوبك ان شاء الله على السؤال. طيب، معاكم أخوكم أحمد المطوع، أنا صاحب شركات معينة في الكويت، درست في أمريكا في جامعة جنوب كاليفورنيا، تخرجت 2005 تقريبا، ومن ثم بعدها رجعت الكويت لمدة شهرين، فشفت نفسي أبي أسوي شيء مختلف، فمن ثم رحت إلى دبي، تقريبا اشتغلت هناك لمدة سنتين، فما طولت في الكويت، فترتها كانت فترة سريعة جدا يعني كانت. بعدها رحت من دبي، تقريبا صارت عندي مرحلة انتقالية اللي هي مرحلة استقالتي من وظيفتي لدبي إلى الكويت، طبعا هذه مرحلة كانت جدا حساسة ودقيقة في حياتي، لأن اللحظة هذه كانت لحظة سميتها لحظة استيقاظ، يعني الواحد شلون يكتشف شنو الشيء اللي بيسويه في حياته، وشون يكتشف شنو الشيء اللي بيتركه من وظيفته أساس يبتدي عمله ومشروعه الصغير. فهذا الجانب كان مهم، إن شلون الإنسان يقدم استقالته، يقدم يطلع من الشيء اللي هو كان دائما حاب يسويه، يطلع من الشيء اللي ممكن يعني يبي، خلينا نقول يبي يسوي بحياته، من وظيفة تقدر قاتلة له، أو من شيء يكون مو موافي يعني نوعا ما طموح او يقتل الحب اللي فيه. فهذا الجانب كان مهم بالنسبه لي، جانب ان الواحد شلون ينتقل من وظيفه الى بزنس. بس ما لقيت الانسان الشخص اللي ساعدني حزتها، يعني كان حزه صعبه بدري، يعني وقت المرحله الانتقاليه هذه. ما كان في مبادر، ها تروح له ها؟ حسابه، لا يقول لا ما كان اي، في مبادر تروح له ما كان يعني. في مبادر، ما كان في احد، ما كان في جهه، يعني كانت، يعني لو اقول لك كان تقريبا 3 سنوات كان فيها عثرة، كانت فيها مشكلة كبيرة يعني بالبداية، لأن ما كان في أحد يساعدني، كان في سوشيال ميديا وقتها فيسبوك، ما كان في سوشيال ميديا يعني حتى الميديوم اللي أنت ممكن تطلع فيه، صح. فكان ممكن تسوي بيج في فيسبوك، ممكن تسوي جروب في فيسبوك، فما كان في الجوانب السوشيال ميديا القوية. بعدها طلع طبعا تويتر، بعدها طبعا طلع انستغرام، يعني صار مراحل اللي هو السوشيال ميديا. فهذه المرحلة، مرحلة شلون تنتقل أنت من وظيفة لبزنس، لتعثر، لتطلع تنجح، مو كل إنسان يعني يقدر يصمد فيها، يعني في ناس تحول من وظيفة لبزنس وبعدين ترفع الراية البيضاء وترد مرة ثانية وظيفة، يعني شفت أكثر من حالة عندنا حوالي، شفت شيء، في ناس لا، في ناس صمدت، تعثرت، صمدت، ومن ثم انطلقت في البزنس نفسه. ف يعني أجين، أظن يعني في أحمد اللي ما يصمد ما يصلح حق بزنس، ولا ايش رأيك؟
شوف يعني هو ممكن يصلح، لكن ممكن ما يعرف شلون يصير بزنس مان. يعني ماكو انسان يعرف يسوق سياره ينولد، يعني سياقه سياره هي مهاره صح؟ وحاله حال مثلا اي شيء بالحياه، يعني دائما يعني ماكو شيء ان هذا يصلح ما يصلح، كل انسان حتى حس انه عنده القدره انه يصير بزنس مان او ينجح في اي مجال يبي يسويه. لكن المشكله هني ان شلون انت تتاقلم على الاوضاع اللي حواليك، شلون تتعلم بسرعه، شلون بالانجليزي يسمونه ادابتيشن، شلون يعني يصير عندك موضوع انك تير الشيء اللي تقدر تيره وتتاقلم معه. فموضوع التاقلم نقطه مهمه هني. ففي ناس ما تتاقلم. في بعض المهارات استاذ احمد، يعني صحيح في ما في ناس ينولد بمهاره معينه. نعم. زين، يعني انا مولود مفطور على القياده مثلا. نعم. زين، في يعني قالوا ان هذه نسبتها يمكن 1 ل 2%. الشيء 20 الباقي هذول قابلين انه يكونون او تدربهم انه يصير شلون قائد. فعلا هي القياده، لا فعلا 2% و98% الناس بشكل عام، ولكن القياده شيء والاداره مشروع شيء ثاني. لا لا، اليوم انا اقصد كمبدا، يعني نعم في ناس ترى ما، يعني حتى لو دربته ما يصلح. صح ولا انا غلطان؟ يمكن اكون غلطان. يعني لا لان لا لا ما شوف يصلح حق شيء معين، يعني لان لا لا عشان عشان يعني نعرف مبدا ان انا مو شرط اكون كل شيء، او انا مو شرط اتعلم كل شيء وكل شيء راح ابدا. أي. ما في واحد كل شيء كذي. لا شوف يعني الابداع ورياده الاعمال بشكل عام هي مهاره. يعني اليوم المبدع يكتسب الابداع مع الوقت، يعني يطور نفسه في الابداع هذا. مثلا اذا حاب مجال فني، حاب مجال طبخ، مثلا حاب مجال تصوير، حاب اي مجال اخر، يعني اي مجال اليوم انت ممكن تبدع فيه اذا انت يعني طورت نفسك في هذا المجال. هو بالنهايه اصرار، يعني انت تصر على الشيء اللي تبي تسويه. فانا في وجهه نظر من طرفك اللي ان الشخص مثلا يعني اذا مو حاب المجال، اوكي ممكن اذا مو حاب المجال اكيد ما راح يبدع فيه بشكل عام. يعني انت مثلا أو حبيت مجال نقول مثلا شخص عنده مهارة، زين، عنده يعني شيء جبلي فيه طورها، راح يبدع أكثر من الإنسان اللي ما عنده هذا الشيء. ممكن الإنسان اللي عنده هذا الشيء حق نقطة خلاص ما يقدر يعني أكثر من كذي. هذا اي حاجة. بس المهاره شيء والشغف شيء ثاني. يعني اليوم الواحد اذا حاب مثلا مجال تصوير او مجال التدريب خلينا نقول، أي. بس ما عنده مهاره تدريب بشكل عام، فيحتاج شنو؟ يحتاج يطور نفسه في التدريب، عرفت؟ فيعني بس هو حاب التدريب ياخذ دورات التدريب، فحب الشيء يولد التدريب له. نعم. نعم. فانت قلت لي عندك دوره ان شاء الله قريبه، اعتقد لي راح تسويها ان شاء الله يوم. هلا الجمعة إن شاء الله تبع الشباب الرياضة، نفس نعم اللي أنت معنا. راح تكون لايف يعني على الشاهد إن شوف، الانستغرام. أنت سألتني كيف الإنسان يحفظ القرآن. أنا أقولها دائما، سبحان الله، يعني القرآن، الله سبحانه وتعالى يسر القرآن. قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر. بس شنو قال بعدها؟ فهل من مدكر؟ يعني هل اذا انت تريد ان تحفظ وتريد ان تقبل على القران، فالله سبحانه وتعالى راح ييسر لك القران وراح يسهل عليك. اذا انت يعني معرض عن القران، فاكيد ما راح تقدر تحفظه. اصلا استاذ احمد، ترى من رحمه الله علينا انه اصلا يعني اعطانا القدره ان نقرا كلامه. انا اتكلم الحين عن القراءه فقط. من نحن حتى نتكلم بكلام قال به الله سبحانه وتعالى؟ لو تتفكر فيها بس، ان احنا يعني لو لم الله سبحانه وتعالى يفتح علينا ما قدرنا حتى نقرا هذا الكلام، فضلا عن ان نحفظه. فما بالك ناس يحفظون القران 604 صفحات بمعدل 15 سطر في كل صفحه، كلمه كلمه، تساله من نص الايه يجاوب. ترى هذا نعمه من الله، ولا احنا اضعف من كذي. بس ان الله سبحانه وتعالى هو اللي يسر لنا كلام. يصير اطلب منك تقرا لي جزئيه ولا جزء ولا الاقل صوره جايك ولا شيء؟ جايك جايك والله. شوف انا يعني نبي المتابعين نبي نعطيهم كذي شيء، خلينا نقول يعني خلينا نقول ايه الهمت، يعني خلينا نقول اثرت فيك نوعا ما. زين، انا ودي جزئية. بس نتناول انا الموضوع. من فتره ادش حسابك على فكره، استمع ما شاء الله يعني الكلام اللي عندك. حبيبي، شرف والله. سبحانك.
انا ودي نتكلم شوي في موضوعنا اللي هو تطوير الذات، بعدين نتطرق منه ل يعني في اسئله موضوع ترى كثيره، احنا يعني حرام نطنشها، في وايد اسئله، ممكن ناخذ اسئله. اي. تفضل تفضل، قبل ما نبدا انا بس ايه مجهز كلمه خفيفه. اوكي، تبي تفضل قول كلمه قبل ان تشوف ايه. طيب يلا احنا عنوان اللايف كان تطوير الذات و شنو؟ الابداع. الابداع او تطوير الذات. نعم. طبعا انت الابداع كله. لا لا حبيبي، ما عليك زود. انا والله شوف، يعني لفتت نظري كلمة تطوير الذات ومفهوم تطوير الذات. طبعا هو مفهوم يعني بحر، يعني ما يصير واحد يقول انا هدفي، يعني حاط له اهداف مثلا، هدفي اني اطور من ذاتي. زين، اطور من ذاتك في شنو؟ في شنو بالضبط؟ في اي مجال؟ لازم يكون الهدف، احنا تعلمنا ان الهدف يكون يعني قابل للقياس، انك تحط لك ان انا بصير بطور من ذاتي، هذا ما هدف. لكن المهم انك تطور من ذاتك. زين، انا اخاطب الحين اللي يسمعني، ابيك يعني شوف نفسك قبل سنة من الآن. الأيام اللي قاعد تمر عليك، هل قاعد تتطور في شيء، ولا أنت مثل ما هو أنت؟ الربع مثلهم، السوالف مثلها، الأكل مثله. فإذا كان يعني حياتك بهذا الشكل فراح تمل، يعني حياتك نسخة مكررة، اليوم مثل أمس وباكر مثل اليوم. فأنت يعني إنزين، لو بقيت على هذه الصورة، نفس الشيء نفس الشيء، شنو وين راح تكون بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات؟ راح تكون بمكانك، راح يجي أخوك الصغير، راح تشوفه يطوفك، يمكن صديقك اللي يمشي معاك، يعني يقعد معاك، لكن هو قاعد ينجز وأنت ما تنجز، فبالتالي راح يتجاوزك ويفوقك. فبالتالي شنو تطوير الذات؟ الله سبحانه وتعالى أقسم في قسم طويل بالقرآن. زين، قد يظن الناس ان تطوير الذات هذا شيء بعيد عن الدين او شيء، لكن اسمع اسمع قول الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: والشمس وضحاها، هذه الشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها، والسماء وما بناها، والارض وما طحاها، ونفس وما سواها. كلها حلف هذا طبعا، كلها اي الله، طبعا الله سبحانه وتعالى له ان يحلف بما يشاء، نعم صح. ولا يقسم الله سبحانه وتعالى الا بعظيم، ونحن طبعا ما نحلف الا بالله. طيب، كما قال عليه الصلاه والسلام: من حلف بغير الله فقد اشرك. يعني فانت لا، يعني هذا شيء احنا غير من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء. الشاهد شنو كان جواب القسم؟ استاذ احمد قال: ونفسي وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. شنو بعدين قال؟ قد افلح من زكاها. يعني شنو زكاها؟ زكاها يعني زكاها من العيوب وطهرها ورفع هذه النفس. فتطوير الذات انك تشوف نفسك انت الان. زين، كل واحد فينا عنده عيوب وعنده مهارات. نعم. انك تنظر في عيوبك وتحاول اصلاح تلك العيوب، وتنظر في مهاراتك وتحاول شنو؟ تطورها وتحسن منها. طيب، ففي يعني اثنين علماء نفس يعني سووا صراحه نافذه جدا جميله، سموها نافذه جوان هاري، اسمها جوان هاري مندو. طبعا ليش سموها نافذه؟ لانها صايره على شكل نافذه كذي مربع. شنو في هذه النافذه؟ فيها 4 جوانب يعني للنفس، اذا تبي تبدا لتطوير الذات تبدا من هذه النافذه. يعني تعتبر فلسفتهم في تطوير الذات صح؟ بالضبط. ايه، فهذه الجوانب شنو؟ 4 جوانب. اول جانب، انت عشان تبي تشتغل في تطوير ذاتك لازم تعرف نفسك ولا لا؟ نعم، اول شيء نعم، تتعمق بنفسك. أيه، صح. فلازم تعرف نفسك، تعرف اين انت عشان تبدا. فبالتالي انا شلون اعرف عيوبي يعني ومهاراتي؟ ممكن شغلات انا اعرفها، ممكن شغلات الناس تعرفها عني. زين، فشنو النافذه باختصار؟ اول جزء او اول قسم من النافذه هذه اللي هي يسمونها المنطقه المكشوفه. المنطقه المكشوفه باختصار هي ما اعرفه انا عن نفسي ويعرفه الناس عني،
وهذه ما عندنا فيها مشكله، اذا انا شيء اعرفه عن نفسي والناس تعرفه عني سهل علي اني اطوره واحسن منه، صح؟ سواء كان طبعا كل اللي بنذكره الان يعني يصلح يكون سلبي او ايجابي. نعم. نذهب للمنطقه الثانيه، ما اعرفه انا عن نفسي ولا يعرفه عني الناس. يعني سر نوعا ما أو كتمان. يسمونها القناع، ونشوف وايد يعني سبحان الله ناس يعني في السوشيال ميديا في يعني في المنطقه هذه يظهر للناس بشيء وهو على خلاف ذلك. يعني مثلا او حتى الناس في بدايه العلاقات ترى قد يظهر لك بالصوره هذه، ان انا مثلا اتظاهر بالحلم وانا من داخل اغلي احترق او يعني فترة الخطبة قصدك، يعني بالبداية ممكن يعني يراويها وي، بعدين بعد الزواج يراويها وي ثاني يعني. يعني في العلاقات بشكل عام ترى يعني هو هذا شيء طبيعي يعني نعم بالإنسان، إنه في بداية العلاقة ما يعني يكون على طبيعته، ما يظهر يعني كل شيء عنده. فهذه المنطقة أو الثانية مرات ما يعرف يتعامل بشكل عام، يعني ما يعرف شلون يتعامل مع العلاقة اللي قدامه يعني. زين بالضبط يكون محرج، يكون أيا كان. الحين خلينا نأتي قلنا هذه القناع، طيب وقد يكون العكس، يعني أنا ممكن أنا ما أعرفك أستاذ أحمد من بعيد لبعيد كذي أحس إنك غريب يعني زين، لكن لما اجيك واقعد معاك اقول والله استاذ احمد حبيبي يا اخي شلون انا كذي كنت اظن فيك، فتصلح الامر يعني. طيب الشاهد انا راح اجي الحين احنا على هذه الاقسام الاربعه شنو نستفيد منها في تطوير الذات. المنطقه الثالثه اخطر من الثانيه. الثالثه هو ما يعرفه الناس عني ولا اعرفه انا عن نفسي. مثل شنو استاذ احمد؟ ايش رايك؟ لا انت ماسك المايك لك، لا تسالني، يلا انا معطيك المايك، تفضل. زين مثل يعني في واحد دمه ثقيل يدري انه دمه ثقيل؟ ما في يعني نادر ما واحد دمه ثقيل ويدري انه دمه ثقيل، الناس يدرون ان هذا يلوع الجد بس هو ما يدري عن نفسه هذا الشيء. وقيس عليه يعني اسامه بن زيد لما الرسول عليه الصلاه والسلام بعثه في جيش فيه كبار الصحابه ابو بكر وعثمان، هو ما كان يدري عن نفسه انه راح يقدر يقود هذا الجيش، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام يدري، لذلك يعني اعطاه هذه المهمه، فهو حلو، ما هذا كان مثال، يدري. هذا مثال حلو، مثال ايجابي. انت ركز على الامثله الايجابيه، شو تعطي امثله سلبيه؟ زين لا اقول لك هي تصلح، ليش؟ لان هذا تطوير الذات، هو جانبين، جانب نعم المظلم وجانب احنا نبي كذلك ما نبي بس نطالع الايجابي، نبي هم كذلك نطالع السلبي عشان نطوره، مو عشان انه بس صح، نتحبط. حلو. الرابع الحين نشوف الرابعه مين حق الرابع. اخطر منهم كلهم، الرابعه شلون؟ لا او ممكن اللي قبل اخطر، لكن الرابعه يعني خلينا نقول اصعب واحده فيهم، هي ما لا اعرفه انا عن نفسي ولا يعرفه عني الناس. ولا يعرف شنو، شلون؟ عفوا. انا ما اعرفه عن نفسي والناس ما يعرفون عني، شلون هذه عجيبه؟ هذه طال عمرك تكون بالتجربه. يعني مثلا واحد كان يعني ابوه هو المسؤول عنهم وماسك البيت كله، فالوالد هذا سافر لاي سبب من الاسباب، علاج، رحله، ايا كان، فماكو الا الولد الكبير، فقال له بتدري شلون؟ خل نمسك المهمه، خله هو وهو يمسك ما المهمه. يدري اذا هذا متمكن ولا مو متمكن مثلا. بالضبط، هو ما يدري عن نفسه انه هو قادر، وهم ما يدرون بس قالوا مضطرين خلينا نجرب، فوجدوا انه يقوم بالمهمه على اكمل وجه، فبالتجربه طلعت حلوين. زين. فلكن الجانب هذا يعني مهم، مهم ان يعني احنا عشان نكتشف الجانب هذا لازم نجرب، بس لازم نعرف انه بالتجربه يعني دائما التجربه الوليده مثل الجنين، اي ضربه تقضي عليه، لذلك احنا في لا تحكم على نفسك في البدايات، انتظر هذا الجنين حتى يشوف ويكبر ثم قيم نفسك بعد ذلك. اي شيء يعني نجربه بالبدايه راح يكون صعب، فلا تحكم على نفسك في البدايات. فهذه الجوانب الاربعه اشتغل عليها. زين لحظه، في النقطه الثانيه احنا تكلمنا ان القناع او عفوا النقطه العمياء اللي هي سميناها العمياء اللي الناس يعرفونها وانا ما اعرفها، شلون اشوف هذا؟ شلون احصلها؟ من معاي؟ معاك معاك. ايه
هذه طال عمرك انا بك تتفاعل معي شوي. لا لا انا هذه متفاعل معك، قاعد استمع لك. هذه طال عمرك. اول شيء عندي لك سؤال استاذ احمد، الحين اراء الناس فينا اللي يشوفون الناس فينا، هل هذه حقيقه ولا راي؟ رأي الناس راي. رأي رأي، لأن الإنسان الإنسان هو يبني واقعه بنفسه مهما كان الرأي الآخر. احسنت. لما يجيك واحد يقول لك استاذ احمد انت ما تعرف تسولف، ما تعرف تدرب، فبالنهايه شنو؟ انت تدري عن نفسك، يعني ما يقوله الناس فيني ظن، وما اعرفه عن نفسي يقين، فلن اقدم ما يعني ظن ما يقولونه فيني على يقين ما اعرفه عن نفسي. بالنهايه انت تعرف نفسك، لكن هل استفيد من اراء الناس هذه؟ الجواب نعم، تستفيد، خاصه اذا كان اللي قاعد تاخذ رايه شخص تثق فيه ويعرفك عدل. لذلك هذه النقطه نعم. تجد يعني تقدر تكتشفها من خلال يعني حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها اذا استنصحك فانصح له، تذهب الى ربعك القراب الناس اللي تثق فيهم، فاذا اجتمعوا على كلمه، اذا كلهم قالوا ان فيك هذا الشيء، فيك هذا الشيء، فيك هذا الشيء، فهذا يتحول من راي الى حقيقه، ولو انت ما تشوف هذا الشيء بنفسك، عرفت؟ فتاخذ هذا الراي وتحوله الى حقيقه، واحيانا عشان تتاكد تسالهم عن المبررات، تقول لهم ليش انت تشوفني كذي؟ ليش؟ لما يستمعون على راي واحد فتقول اي والله، هذه تطوير الذات، ترى ان الواحد ينظر في الجوانب الاربعه هذه حتى يشتغل عليها. انا طيب يمكن عشان ننطلق، لان وايد اسئله قاعدين، عشان ننطلق ايه شو يسمونه النكست ستيب، لان صار تقريبا ساعه الا ربع ايه وعندنا بس ربع ساعه، فما نبي نطيل في الحديث في نقطه واحده. طيب فنبي نسال سؤال، ترى في واحد سال اكثر من مره وسال الحين مره ثانيه، يقول انا طافني طريقه حفظ القران، لانه يقول ما شرحها بدر، يقول بدر شرح بس ان القران فيه بركه وفيه خير وكم عدد صفحات، بس ما شرح شلون طريقه حفظ القران. يعني هذا واحد سأل. مو هذا هو، شوف شوف خلي يتابع ان شاء الله، يعني دوره اهل الله راح تتطرق فيها حق هذا الجانب، لان شوي يطول شرحه، عرفت؟ لا يعني حفظ القرآن طريقتها تطول شرحها، اي لو لا تشرح يعني الحين تحتاج شوي دقيقة واحدة تشرحها. اوكي ما تقدر تشرحها دقيقة. باختصار باختصار، ان الانسان يسمع الايه ويصحح على الشيخ لما يتاكد انها خاليه من الاخطاء، ثم عمليه الربط يسوي، يحفظ الايه الاولى ثم يحفظ الآية الثانية ثم يحفظ الثالثة، فيرجع من الأولى، كل شوية يرجع من الأولى حتى تكون الآيات شنو مترابطة. يعني أول بعد شيء ذلك السمع، أول شيء سمع الآية يسمع عشان يستسيغ أو يقراها أكثر من مرة، صح؟ يقراها أكثر من مرة يكررها، ممكن. نعم يكررها من النظر، من النظر حلو، يشغل حاسة مو من سمع، يعني مثلا ما يحط القرآن ويسمعها على حسب. إيه؟ شوف هو يفضل انك تشغل اكثر من حاسه، كل ما شغلت حواس اكثر كان يعني اقوى في الحفظ، ولكن مثل ما انت تعرف انماط الشخصيه تختلف، في انسان بصري، انسان سمعي، فكل واحد يشوف اللي هو يشتغل معه. صح، نعم. البث شويه قطع، ما ادري الارسال عندك اوكي ولا بدر ولا شلون، شويه قطع. انا تمام انا تمام. انزين، السؤال الحين، السؤال اللي جانا اوكي. اوكي هذا سؤال لك صراحه. ان شاء الله ان شاء الله، يعني الوقت الحالي يعني مشغولين الصراحه في القران يعني اكثر، لكن ان شاء الله قريبا في عمل ان شاء الله باذن الله. اعتقد يمكن السؤال له مغزى ثاني، انه لازم تسمعنا شيء بعد. وين راح المنشد؟ صار مدرب مره واحده، صار تطوير ذات مره واحده. اختفى المنشد. ترى انا على فكره انا كنت بخلص حديثي وبتطرق حق يعني اي شيء يعني ان شاء الله يحبونه باذن الله. في موضوع انا يعني كنت قاعد اتكلم عن تطوير الذات. نعم باختصار يعني تكلمنا عن الجوانب، اذا عرفت الجوانب هذه لازم تعرف انت وين. انزين تقرر وتبدا. لان يعني شوف لما تقرر لازم يكون في قرار، اللي ما يبي يتطور ما راح يتطور. انزين ولا تحتقر انك تسوي شيء بسيط عشان يعني حتى لو في اليوم الواحد قريت سطر، ترى مع بالاسبوع راح يصير كم سطر، بالشهر كم سطر، تبدا فيه وبعدين راح تتطور.
ونقطة مهمة أيضا، نحرص على أن يكون اللي الهدف اللي احنا حاطينه يناسب العمل اللي قاعد أشتغل عليه. يعني أنا ما يصير هدفي إني أخلص الكتاب كله اليوم، طيب، وأقعد أقرأ صفحة واحدة. هناك مسافة بين المعمول والمأمول، كلما كبرت تلك المسافة نعم كان الإنسان أبعد عن تطوير ذاته، وكلما قلت المسافة بين المعمول والمأمول كان الإنسان مدرك لهذه الذات ويعرف شلون يطورها. الحين نعم هذا بسألك، هذا يلا الحين هذا قبل ما سؤال الحين تتطرق حق انا قبل ما تطرق حق هذا سؤال يعني عن تطوير الكتابة، الذات. انا خليني اجاوب على السؤال هذا. اي تفضل تفضل. يقول عشان اقدر اطور من انا ذاتي لازم الاول اكلت عليك احب نفسي. الجو. يقول عشان اقدر اطور من ذاتي لازم اول بحب نفسي، وكيف اعرف اني احب نفسي؟ شوف الحب النفس يعني انا مو من الناس اللي يقول تعال روح حب نفسك واساس تطور من ذاتك، بس الواحد لازم يتصالح مع نفسه. المفهوم الاصح والافضل مو حب النفس، المفهوم الافضل ان الواحد يصير مصالحه مع النفس، انه اذا يا يكره سلام شيء في نفسه، مثلا يكره شغله في نفسه ما ادري شنو يكرهها اللي هو، لازم يتصالح مع هذا الضعف اللي هو فيه. واذا تصالح مع الضعف اللي هو فيه او شغله اللي ما يحبها بنفسه، إذن يقدر يطورها ويشتغل فيها مع الوقت. اوكي؟ إجابة للسؤال باختصار. طيب. الله يعطيك العافية. أنا عندي إرسالك سؤال، شوية رد مرة ثانية، صار إرسالك رد صار ضعيف شوية بس صار مشوش، فإذا في مجال ترد تشغل الواي فاي أو تشغل هذا أحسن. الحين أحسن صار أوضح. زين، أنا طالع لي السؤال نفسه اللي عشان أقدر أطور من ذاتي لازم بالأول أحب نفسي. لا ما طلع لك يخافون مني من غير سبب. السؤال يقول يخافون مني من غير سبب. شنو يعني يخافون مني من غير سبب؟ يعني الواضح يمكن تقصد ان عند الناس تخاف منها هي، يعني لما هي مثلا تتصرف ولا تسوي شيء، الواضح هي يمكن يا ممكن عصبية ولا يمكن عندها مشكلة مع، يعني ما ادري، يعني يمكن في اعصاب الموضوع، انه في اعصاب وفي دكتاتورية بالموضوع. فايش رايك مع إذا بتطور إنسان وهو إنسان يقول أنا الناس يخافون مني من غير سبب، وهو يمكن في سبب بس شخص ما يدري هذا السبب. في سبب، بس قد إنسان يقول مو من غير سبب، هو أكيد في سبب، لكن يقول أنا أجهل السبب. فأنت لازم تشوف شنو السبب، وحاول إنك نفس المناطق الأربعة اللي تكلمنا عنها، يمكن أنت ما تعرفها عن نفسك الناس يعرفون عنك. اسأل أشخاص قراب منك تثق فيهم، استنصحهم، قل لهم يعني أنا، وخاصة الناس اللي هم تحس إنهم هم يخافون منك لأنهم ما بيعطونك نعم الكلام هذا، نعم فقول لهم نعم انتوا ليش تخافون مني؟ واخذ العلم منهم على قولتهم. يالك سؤال ثاني يلا. انا ترى معلق عندي على اللي من الساعه طالع لي، اوكي ما ادري ليش. الحين تبدل لي، قول لي لا استل السؤال السؤال. الاول. يقول السؤال يقول نبي آية لها حكمة عظيمة وخصوصا في زمن الكورونا هذا. الله، لو يعني تقول لنا عن طريق بعد تجويده ولا عن طريق قراءة كذي هم بعد ممتاز يعني، وتشرحها بعد يعني. زين قاعد افكر، اخذ سؤال ثاني على ما افكر، على ما افكر بالآية ماشي. واستحضرها. هو يقال ان في سورة الأنعام فيها بعض الآيات يعني. في هذا اللي قاعد، سبحان الله، بس ما قاعد احاول اتذكر بدايتها. يقول لك كيفك، كل سنة ليه وانت بخير، أخوك محمد الأحياني من مكة. عرفني عرفتك والنعم فيك والله. يذكرني الأخوي أبو جسار أو جاسر، يذكرني في زيارتي لمكة كل سنة. طبعا العشر الأواخر دائما قاعد في مكة واعتكف فيها، قاعد هناك أروح دائما ليلة 22 23، وأظل لي تقريبا العشر الأواخر هناك يعني 25 و27، وأرد يا ليلة 29 أو قبل رمضان قبل العيد بليلة. فهذه من الأشياء اللي أيضا استمتع فيها. فجمعت لي مجموعة طيبة من الصحبة اللي هناك الموجودين يعني بالحرم. سبحان الله كل سنة نتجمع ونشوف نفسهم. إذا أيه. واحد
اذا واحد فينا مو موجود نفتقده يعني، نشوف والله وين راح هذا، فيبين يعني ان نعرف عرف بعضنا كلنا، عرفت؟ يا حظك والله، انا اغبطك على هذه الشغله يعني. انا قد بسبب ارتباطي بالمسجد وكذي يمكن ما اقدر يعني اسويها، لكن راح لازم اعطي نفسي فرصه يعني، يمكن اذا الله يسأل ان شاء الله احيانا السنه الجايه اسويها باذن الله. ان انا شاء الله. طلعت الايه، اي طلعت والله الايه، يلا شوف خلى الايه ايه عجيبه. خلى حط السؤال مرة ثانية، لحظة دقيقة بس. تفضل تفضل، قول لا انا ما حط السؤال، مو مشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذلك سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول: الله. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فأي مصيبة تصيبك يعني المفروض أنك تراجع نفسك، لأن ترى يعني ما أصاب من مصيبة يعني ما الآية سبحان الله: فبما كسبت أيديكم وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كل المصايب هذه تجينا ترى بسبب ذنوبنا إحنا، تقصيرنا إحنا. يعني حبذا أن نعتبر، ما نعتبر هذه ظاهرة طبيعية ويلا وبتروح وشيء، لا نعتبر في هذا البلاء اللي نزل فينا. وهو مخلوق من خلق الله اساسا. نعم ولو شفت اوروبا، الحين المانيا واسبانيا واكثر من دوله اوروبيه الان سمحوا للاذان بالعلن. نعم لاحظها، قبلها كان عندهم الاذان مقموت داخل المسجد فقط. يعني اشمعنا سمحوا الاذان بالعلن؟ يعني ليش معنا يعني الاذان سمحوا فيه؟ شنو يعني شنو اللي حسوا فيه اللي خلى الأذان يطلع برا؟ سبحانه ما ندري، حكمة من الله سبحانه. في سؤال جدا جميل صراحة، يقول: كيف أطور مهارة التركيز؟ مرات أحضر أشياء كثيرة مهمة وأحبها بس ألقى نفسي أسهى بوسط الحدث. يعني الواضح ان الواضح هذا شخص من السعوديه يعني يسال. انا ممكن اجاوب على السؤال هذا، ان تحتاجون تركزون. انا ايضا بسمع رايك في الموضوع. اعتقد تحتاج تركز بحيث ان لما تقعد تشوف الشيء توخي نفسك عن الملهيات. يعني في دائما في كل واحد عنده ملهيات حواليه، تلفون، ازعاج، مثلا شغله معينه، يفكر في شيء متشتت. فلازم يبتدي شوي شوي يطور موضوع مفهوم التركيز ومفهوم انه يوخر عن الملهيات اللي حواليه. يعني مثلا جرب انك يوم من الايام، يوم كامل او نص يوم، ما تلمس التلفون او ما تلمسين التلفون. جربوا انكم يكون عندكم نوعا ما يوم كامل تبتعدون عن شيء دائما تسوونه بطريقه يعني متكرره، من شوفت فيلم، مسلسل، ايا كان، تركزون على شغله معينه. واعتقد سبحان الله حتى اذا ماني غلطان، حتى القراءه، يعني انا الحين مثلا تركيزي وايد تعدل لما قمت ابتدي اقرا، وكل ما ازيد صفحات القراءه.
فالتركيز ابتدي يتطور، ابتدي عندي خلاص ابتدي اركز. اول ما بلشت القراءه طبعا قبل سنين كنت دائما اغفو او اتعب بالقراءه، كم صفحه واتعب. ليش؟ لان العقل يسوي مثل ريزيستنس، ريزيستنت اي معارضه للتركيز، فيقاوم فيخلي الانسان يتعب، فيبي ينام يبي يدوخ يبي يغطي راسه. فلما الانسان سبحان الله تركيزه يزيد ما يبتدي يقرا صفحات كثيره بدون لا انه يدوخ او يتعب او ينام، مع انه تو صاحي من النوم. يعني انا قد كنت توني صاحي من النوم على ظهري اقرا، تصور يعني. فالعقل يسوي مقاومه على القراءه نفسها. تفضل، ودنا نسمع رايك في الموضوع. استاذ احمد، كثير من الاشياء المعول فيها على تربتك وليس على قدرتك. شنو يعني؟ يعني ان انا الشيء هذا ما تعودت اسوي، مثل ما تفضلت انك انت كنت تقرا بس انت مو متعود، فبالتالي تحس بتعب. انت الحين لما تروح الجيم مثلا ما تقدر من اول يوم تشيل، يعني تفجر الاوزان وتشيل كل شيء، راح تتعب. الحين فلما هذا تستدرج جيمي في البيت، هذه النادي في البيت عندي. كيف والله. الله يفرجها علينا والله ونرجع ان شاء الله. انا عندي سؤال استاذ احمد، شنو الشغلات اللي تمنع الانسان من تطوير ذاته؟ شوف، يعني في عدة عوامل، يعني هذا السؤال وايد ضخم، يعني إذا بجاوبه يمكن بجاوبه عميق. بخمس 10 دقائق، بس أنا بختصر. يعني مثلا البيئة اي اللي عطيتك حواليك، 5 نقاط اساسية، يعني عزيمتك، البيئة اللي حواليك، البيئة اللي حواليك مكونة من أصدقاء، من أهل، من ربع، من حواليك. يعني هذه ترى نقطة مهمة، شيل الفكرة. إذا كانوا محبطين أو كانوا داعمين لك في تطوير ذاتك. يعني على سبيل المثال، لما كنت بطلع بأمريكا كان في ناس حوالي مو داعمة الموضوع هذا، كان معارضة الموضوع هذا، وفي ناس حوالي كان داعم الموضوع هذا، عرفت؟ فلما طلعت وتخرجت ورديت واشتغلت، الناس اللي كانت معارضة أيدت، قالت إي والله سبحان الله، الحين شفت النتيجة ترى عن الناس قدامي، سبحان الله، هذا حاجة. شفت النتيجة قدامي فأيدت. فهذه نقطة مهمة ترى، يعني المعارضة والمؤيد. زين، البيئة اللي حواليك. فتطوير الذات يعني نقطة مهمة فيك، إن لازم أنت تجد السلام الداخلي. والسلام الداخلي الإنسان يجده في عدة نواحي، قد يشوفه يجده في المشي على البحر، يجد السلام الداخلي في التأمل في السماء مثلا، التأمل بشكل عام، في الخلوة، في وايد يعني أشياء ممكن واحد يعود على فطرته ويعود على طبيعته ويقدر يجد السلام الداخلي، اللي من خلاله يقدر ياخذ القاعده ويطور، يبتدي يطور من نفسه ويطور من الاشياء اللي حواليه. ايش رايك بالتسويف استاذ احمد؟ اللي يقول انا راح اسوي، يعني ان شاء الله بعدين يسوي، شوف شو يعني يسوي بتطوير؟ ماشي، اعطيك مثال على موضوع التسويف. الحين يعني عندنا الحين اول السنه، شو نحط احنا دائما اول سنه؟ شو نسوي؟ شو نحط؟ خطة السنة، خطة حط سنوية. خطه سنويه. طب كنا نلتزم فيها؟ يعني الكل اللي يسويها التزم فيها؟ إذا سويت فيها 70% وايد ممتاز. ممتاز. في ناس ما يسوون فيها 20%. ليش؟ لان يحط اهداف وايد كبيره ويظل ما يعجز يصير امام صح. هذه الاهداف. يعني يظل يصير انه والله ها يبتدي يحاول يسوي الهدف الاول، ما يسويه ينشغل عنه، الهدف الثاني يروح، عرف؟ فيتمر نص السنه وهو مسوي شيء، لان يمكن ما ما له. قسم الأهداف الكبيرة لأهداف أصغر ايوه، يأتي تحت. اذا هذا السر، السر ان الهدف الكبير لازم تقسمه اجزاء صغيره عشان تقدر تنجز فيها. يعني يا هذه سلام. نقطه وايد مهمه. شوف، اوكي، يا في نقطة أنت ذكرتها يعني جدا جدا ممتازة، اللي هي البيئة. سبحان الله، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام شو يقول؟ المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم لخاله. هذا بالدين، فما بالك شيء ثاني. يعني الدين هو أكثر شيء يعني الإنسان يعتقد فيه، فما بالك فيما دونه. يعني فالإنسان يحاول مثل ما قلت يختار بيته ويصنع بيته نعم. اللي يعني راح تحفزه. انا ودي اسالك اسئله سريعه الحين، كذي فقره الاسئله السريعه شويه. يعني سؤال المفروض يكون 3 كلمات 4 كلمات بالكثير. شنو احلى شيء شفته في بريطانيا خلال دراستك هناك؟ احلى شيء؟ الغربة غربتك حلوه، يعني استانست بالغربه. موقف جميل، موقف جميل جدا استانست منه خلال الدراسه. اي والله، مواقف كثيرة.
يمكن اخر يوم دراسي اليوم، يوم اطلع من اخذ اختبار. يوم التخرج موقف محرج نوعا ما في سفرتك، موقف يعني انا احرجك شوي. يوم كنت رايح بسكن بالشقه، فقابلتني جارتنا فمدت ايدها بتسلم، وتصير سبحان الله بريطاني ما يدرون هم شنو وضعك، شنو خلفيتك. فانا يعني سويت كذي، يعني حطيت ايدي بثيابي بجاكيتي وسلمت. فسبحان الله انا ما قلت ما تكلمت عن ولا شيء، بس كذي سلمت. عقب فتره ما ادري كانت تجيني وتقول لي، انا ما ادري صارت مو فقره اسئله سريعه الحين. الشاهد انها جتني وقالت لي، انا يعني انا اسف، انا ما ادري ان انا ما اعرف اصلا عن الاسلام، بس اني قريت وجدت ان هذا الشيء ما يصير عندكم، فانا اعتذر وكذي. فسبحان الله قد تصرف قد يعني يخلي الانسان قدامك يبحث، ما تدري. وبحدث انزين، اي اقوى مشروع في بريطانيا يعجبك تبي تجيبه الكويت، مشروع قوي صح حلو تبي تجيبه. والله شوف، انا بالمشاريع انا احب اركز على المشاريع الترفيهيه، فكان في مشروع عجبتني فكرته، مثل النطاطيات الهوائيه مالت الاطفال هذه، عرفتها النطاطيات العاديه، حاطينها داخل كذي يعني بابل كبيره دوم كذي مكيفه، وش اسمه مسكره معزوله يعني، بس شنو كبيره حيل، وفيها يعني حق كبار يدخلون عادي، وفيها عاد زهلاقيات وانشطه داخل كذي. فعجبني، عجبتني فكرته يعني صراحه، يعني حلو لو ممتاز يكون عندنا مثل الكويت. حلوة. أوكي، شنو علمك فيروس كورونا؟ فيروس كورونا علمني ايش كثر احنا كنا بنعمة ما كنا حاسين فيها، يعني وايد وايد عمر سبحان الله. بس هذا يعني استشعرت ان احنا حياتنا اليومية اصلا كانت يعني حلم يحلم فيه وايد من الناس، مجرد طلعاتنا العادية وراحاتنا وجياتنا يعني. يقول لك مدينة ووهان اللي صار فيها الفيروس قبل كم شهر، هم سووا عندهم حظر كامل، حظر تقريبا كامل لمدة تقريبا شهرين أو يمكن 81 يوم أو شيء كذي. فهذا الحظر عقب ما فتحوه تقريبا آخر شهر 3 أو شهر 4، فتحوه تو يعني صار يمكن شهر تقريبا، لما فتحوا الحظر الشامل صار هجوم على كل شيء، ايه صار صح، اللي هجوم على كل شيء، مطاعم صارت مليانة، قطارات مليانة، باصات مليانة، صار يعني. فيقول لك الحين هذه فرصة الواحد يخطط له في بزنس علشان احسنت ينطر، عشان ينطر الهجوم حق طلعة البيت بعد كم شهر يا إن شاء الله. سلام. لذلك شوف ترى الانسان مفروض ما يقف، يعني ما لا يقول يلا انا قاعد بالبيت ما اسوي شيء. ترى انا والله انجزت وايد شغلات في الحجر ما كنت قاعد اسويها ايام العاديه، من قراءه، من مراجعه يمكن للقران، من حتى امور في البيت يعني حتى قعدتك مع الاهل ترى لما تحتسبها، وقعدتك مع الوالدة، لما تحتسب هذا كله ترى كله أجر لك يعني. وجزاك الله خير على هذا اللقاء، صراحة أنا ودي يعني إحنا الساعة تكون ساعة، فأساس إنه ما نزيد على الساعة نفسها، بس استمتعت صراحة جدا باللقاء، وإن شاء الله راح نسوي منه يعني بورشن شي بارت ونرسل لك إياها إذا حاب تحطهم ولا شيء. بإذن الله. يعني ايش كثر باقي لنا بس عشان اختم؟ تقريبا تقدر تختم، اي تفضل. خلاص. شوف انا في نقطة مهمة في تطوير الذات، ان الانسان ليش دائما يسعى انه يطور نفسه؟ ترى واحد من الاسباب، يعني شوف انا انسان يعني انا احب الدورات حيل، وهذه يعني عندي مجموعة من الشهادات اللي شوف زين، فالشهادات وايدة يعني دخلت في، يعني ما ودي الحين عشان الوقت، بس ما ودي يعني اطلعها، لكن في شتى مجالات يعني اخذت وخذيت بالكويت وبالامارات والسعوديه، خذيت ببريطانيا، خذيت عند اجانب، يعني اخذت عند بريطانيين، خذيت عند صينيين، خذيت عند ايطاليين. بالنهايه الانسان يبي يطور ذاته ليش؟ عشان يوصل حق شيء، واللي هو شنو؟ سعاده النفس. يبي انسان ينجح في حياته فبالتالي يكون سعيد. وما وجدت في اي دوره من هذه الدورات السعاده والراحة كثر واحدة من الدورات اللي كنت أروح لها.
تدري شنو هي استاذ احمد؟ حلقة تحفيظ القرآن. هذه الدورة هي اللي فعلا فعلا تخلي الإنسان قمة في السعادة. يا أخي ما نستغرب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ومن أعرض عن القرآن وعن ذكر الرحمن فلن يجد السعادة ولو دخل ألف ألف دورة في تطوير الذات. كان ودي أنا أختم صراحة بالتلاوة، لكن يبدو أن الوقت يعني ضيق. لا ودنا، لا ودنا نسمع التلاوة، بالعكس ليش لا، بس نسمع التلاوة فعلا، يلا اسمعها. شوف، أحسن شيء أن الإنسان يطور، طبعا مجالات تطوير الذات كثيرة، وحلو أن الإنسان يوازن في الشغلات الستة اللي هو المعرفي والعائلة والعلاقات ومنها الدين. فأحسن شيء أن الإنسان يطور في ذاته مع الله سبحانه وتعالى، خاصة الحين في رمضان. ليش الإنسان ليش أطور في ذاتي مع الله؟ لأنه مثل ما قلنا الراحة كلها مع الله سبحانه وتعالى ومع القرآن ومع كلام الله سبحانه وتعالى. ليش أطور من ذاتي؟ اسمع هذه الآية أستاذ أحمد، أو هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. هذا يوم القيامة. زين، أنا أطور من نفسي عشان هذا اليوم. يمكن يكون واحد يعني يوم القيامة ها جاي يشك، فالله سبحانه وتعالى يرد عليه يقول: ليس لوقعتها كاذبة. في ذاك اليوم شو يصير؟ قال: خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. لذلك أنا أطور نفسي. ليش؟ وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. أطور من ذاتي مع الله سبحانه وتعالى عشان أكون من السابقين في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. عاد بعدين يعني أنا أدعوكم صراحة لقراءة سورة الواقعة، وشوف شنو حال أصحاب اليمين هذه اللي أنا أبي أطور من نفسي مع الله سبحانه وتعالى، أبي أقلل من ذنوبي. مثل الشيء، مثل ما أنت عندك عيوب وعندك مميزات، هم عندك ذنوب وعندك حسنات، اشتغل على الذنوب، حاول تقللها. لا تصير أنت الإنسان اللي سوى الذنب سوى الذنب سوى الذنب إلى أن اعتاد الذنب فصار لا يبالي به. زين، وحسناتك وخاصة الشغلات اللي الله سبحانه وتعالى أمرنا فيها مثل الصلاة لا تتقصر فيها بل استزيد. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب اليمين وأن آمين. يجعلنا من المقربين. وسامحني آمين. سامح جدا يعني على الإطالة أو على أي يعني أنا أحلى شيء هذا كله، بالعكس ما من إطلالة، أحلى شيء هذا كله استمتعت فيه صراحة، إن يعني في مانول، في 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 مانول، مانول حقنا احنا كبشر، مثل ما تكون في ريموت كنترول حق التلفزيون، في ريموت كنترول حق التلفون، في ريموت كنترول حق السيارة، في ريموت كنترول حق الإنسان اللي هو القرآن سبحان الله. فهذا الريموت كنترول يعني انت سبقتنا فيه وحفظته يعني، فإن شاء الله الله يرزقنا حفظه كامل إن شاء الله. الواحد إذا ما حفظ القرآن على الأقل يعني يعمل بالقرآن، لأن أهل القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. فأنت مجرد لما تتلو القرآن، وترى جل القرآن أغلب القرآن سهل، يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، واضح سهل، يا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أغلب القرآن راح نفهمه. فطبق ما تعلم يعلمك الله ما لم تعلم، إن شاء الله. وتكون من اهل القران ان شاء الله، الذين هم اهل الله وخاصته. ما إن شاء ربك الله. بناس هم اهل الله، شنو الله سبحانه وتعالى بيسويهم؟ اكيد بيكرمهم يعني بيعطيهم. فاسال الله عز وجل ان يجعلنا منهم. إن شاء الله. يعني جزاك الله خير. مرة يعني كنت سعيد جدا والله بلقائي وياك معك صراحة. وياك. وإن شاء والوقت الله مر بسرعة. سامحنا بالبداية تقطع الموضوع وصار بعض الخربطة، بس يعني شوية عالجناها والله. إن شاء بالعكس، الله. الساعة مرت بسرعة بسرعة، لأني أنا كنت سعيد معك والله، والأوقات الجميلة تمر بسرعة. حبيبي والله، وإن شاء الله اللي جاي تشوفك المطعم عندنا، ولا نقعد معاك وندردش معاك زيادة إن شاء بإذن الله، الله، بإذن الله بعد أو راسك نشوفك جاي المسجد تشريك. إن شاء الله.
شاء بإذن الله. الله. حبيبي سلام، حبيبي يلا السلام عليكم. جزاك الله خير. مع السلامة.